حدثان فلكيان نادران في رمضان أولهما غدا، كارثة ستحل على البشرية بعد الكسوف والخسوف الذي سنشهده في رمضان، أوله في منتصف رمضان وآخره في آخر يوم من رمضان. دعونا نتابع ماذا سيحدث غدا في منتصف رمضان. تشهد الكرة الأرضية أول خسوف قمري لعام 2024 غدا الاثنين من نوع شبه ظلي ولن يرى في المنطقة العربية، ويتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1445، وسيغطي هذا الخسوف شبه ظل الأرض 95.6% تقريبا من قرص القمر، وتستغرق جميع مراحله منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 4 ساعات و39 دقيقة تقريبا، ولا يمكن رؤية هذا الخسوف بالعين المجردة، ويمكن رؤيته من خلال التلسكوبات في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف، ومنها جزء كبير من قارة أوروبا، شمال شرق قارة آسيا، جزء كبير من أستراليا وأمريكا الشمالية والجنوبية، وجزء كبير من قارة أفريقيا والمحيط الأطلسي والمحيط الهادي والقارتان القطبية الشمالية والجنوبية. ويمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث أن الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس. وخسوف القمر شبه ظلي يحدث عندما يمر القمر عبر شبه ظل الأرض، حيث يصبح القمر أغمق قليلا فقط ولا يظلم تماما أو يميل لونه إلى الأحمرار كالخسوف الكلي. ولا يحدث خسوف القمر أبدا إلا إذا كان القمر بدرا، أي عندما تكون الأرض بين الشمس والقمر ليسقط ظل الأرض على القمر، كما أن كسوف الشمس سواء كلي أو جزئي أو حلقي لا يحدث أبدا إلا إذا كان القمر محاقا، أي عندما يكون القمر بين الشمس والأرض ليسقط ظل القمر على الأرض. وفي ذات السياق قال المتخصص الأردني بفيزياء الفلك وعلوم الفضاء علي الطعاني إن شهر رمضان لهذا العام سيشهد حدثان فلكيان نادران هما خسوف القمر يوم غد الاثنين وكسوف الشمس يوم 8 إبريل. وكشف رئيس قسم الفيزياء في جامعة البلقاء التطبيقية عن خسوف القمر يوم غد الاثنين من نوع شبه الظل، وسيكون 95% من قطر القمر مغطي بشبه ظل الأرض. وأضاف أن هذا الخسوف غير مرئي من الأردن أو الوطن العربي، وسيستغرق خسوف شبه الظل للقمر من بدايته وحتى نهايته 4 ساعات و39 دقيقة و7 ثواني. وأوضح الطعاني أن خسوف شبه الظل يحدث للقمر عندما يكون القمر بدرا وتكون الشمس والأرض والقمر على استقامة واحدة حيث تتوسطهما الأرض. وقال في 8 نيسان سيحدث كسوفا كليا للشمس، لكنه لن يكون مشاهدا من الأردن أو من المنطقة العربية، لأنه سيحدث بعد غروب الشمس في منطقتنا، وسيكون مشاهد فقط في القارة الأمريكية والمحيط الهادي. وأشار إلى أن الكسوف هو اقتران بين الشمس والقمر ولادة الهلال هلال شوال، وخلال الكسوف سيتم مراقبة النشاط الشمسي وخصوصا المناطق المعقدة مغناطيسيا التي تتشكل فوق البقعة الشمسية أثناء تحرك القمر فوقها.